حلو جدا جدا جدا. سؤال بيحكي لي رح يعطيني 3. في حد ما بعرف ايش ال 3؟ طبعا النودز المرقمين هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اوكي هلا فهي عدد النودز 10 قوة 5، وبعدين بده يسالني كويريز. هلا اول شيء بحكي لي بالاول النودز كلهم لونهم ازرق، ها؟ فإذا عندنا لونين النودز كلهم لونهم أزرق. هلا هو بحكي لي في عندي 2 types of queries. أول إشي بعطيني نود بحكي لي لونها أحمر، هاي أول query. فبس إنه بالنسبة لي إنه خلص هاي نود 6 صار لونها أحمر. أحمر اللي هو أسود. طب أزرق وأسود. يعني فيش عندي الوان خلص ما تلون ابيض فاضي حط احمر ابيض لونه ابيض لا ممكن والله تدريب مرتب ايش يقول طيب فهو اول تايب اوف كويري بحكي لي امسك نود لونها احمر ثاني تايب اوف كويري بعطيني نود بحكي لي ايش اقرب نود حمراء عليها يعني ايش اقصر مسافه لها لنود حمراء يعني لو بدها تروح لنود حمراء ايش اقصر مسافه بحكي لها 3 طرق. طيب فمثلا لو سال اخذ نود 8 حكى لي ايش اقرب نود حمراء عليها بحكي له 2 مسافه 2 لو اخذ 4 بحكي له المسافه 1 2 3 اجز تمام بعدين ممكن يحكي لي خلص هاي برضه لونها احمر زي هيك بعدين بيسألني نود 1 ايش اقربش عليها؟ 6 1 نود 2 هاي اقربش عليها بعدين لو برضو هاي حمراء هاي النود اقربش عليها هاي. تمام؟ فهو هدول هم التايبس اوف كويريز بس بعطيني بحكي لي نود لونها احمر او بعطيني نود بقول لي ايش اقرب نود حمراء عليها اللي ما بيكون بيعرف فكرة السؤال من قبل بيطلعها له جاهز نادي الاسئله شو هو؟ يس يعني اسرع شيء ال سي اللي هو لوست كومن انسيستر بس اعتبروا انه احنا خلاص عندنا هذا الشيء بفضل الله هو لوج ان تفضل هناك بالضبط بخزن كل مجموعه نودز مع بعض بخزنهم ب نود واحد اوكي بشوف اذا في هون نود حمراء او ما في وبنزل يعني هاي اول 3 مثلا بخزنهم بنود واحده بعدين في 2 اللي تحت كل واحد بنود بس والخمسه كمان بنود 13 12 8 بنود لحال طيب انه بخزنهم نودز بشوف اقرب نود كبير فيها نود حمراء بعدين ايش بمشي عليها النود كامل طيب هلا في عندي اكثر من سؤال لو انت عندك هاي نود كبيره اوكي تمام هاي نود كبيره هاي نود كبيره فيها حمراء وهاي نود كبيره فيها حمراء هلا لو سالتك عن هاي انت ممكن تحكي لي انه هاي اقرب وحده عليك عشان بنفس النود بس هاي فعليا اقرب وحده عليك مع انها بنود ثانيه يعني انه بالنود الحمراء نفسها المسافات راح تختلف فانت غلط تدور على مين اقرب نود حمراء عليك بدون ما تشوف ايش في جواتها نفسها
قصدي نقط كبيرة أو أكبر نقط كبيرة عليها. صح؟ وغير شغلة إنه كيف بدك تعمل التقسيم تحسب الأشياء. بس هو في أشياء زي هيك، يعني في موضوع اسمه centroid decomposition، أتوقع إنه قريب على اللي بتحكي في heavy light decomposition. ما بعرف اذا بنحل على اتوقع بنحل على هيك شيء بس مش هالطريقه بنحل سنترويد صح؟ انا ما بعرف سنترويد في حدا كان عندكم شيء؟ طب اي فكره؟ بحط عليه فيلر بكون فاضي، كل ما يجي نوت احمر بدخله عليه، بكون انا حاطط في كل في كل نوت انا بفوت شخص. لو احنا قسمنا الباك يعني كل ليفل بباكت اوكي سنة يعني كل نوت في اشياء بتنحط هيك عادي كم بيت مش عارفة هاي وبعدين يعني كل باكت بنصير نشوف انو اقرب نود بهاي الليفل، اذا احنا بلشنا نبعد خلص بنوقف لانه استحالة اشي بهاي الليفل يكون اقرب علي، وبعدين بمشي باكت باكت، واذا انا هذا الباكت يعني مش ضمن ال بس هي بتعرف راح تكون مشكلة مثلا لو انا دبت تبعي ثلاث شفت مثلا مين ناس دبت تبعهم اثنين، انا ما بعرف ممكن الناس دبت تبعهم اثنين وفوقي مباشرة او في لفة طويلة لعندي. ما هو اذا هي هاي احنا اول ما نشوف انه احنا بعدنا وصار في لفة اكيد كل اللي بعده رح يصيروا ابعد مني. ممكن لا ممكن مثلا واحد دبت تبعه اثنين بعيد عنك لفة، بس واحد دبت تبعه واحد اللي هو فوق يعني جد. ما احنا رح نمشي دبت دبت يعني الباكتس هم عبارة عن دبت. طب اذا هيك يعني زي كأنك انت بتحكي لي بمشي بي اف اس يعني مش هيك انت اللي راح اشوف هو طبعا الحل اسهل حل مين يحكي لي الحل سهل يعني لو معي كومبلكستي كبيرة بعمل كل ما بي اف اس يس كل ما بلون النود حمر عادي بعلمهم بوليان اريا وكل ما يسألني عن النود بعمل منها بي اف اس بشوف ايش اقرب نود حمر عليها بس هاي الكومبلكستي البي اف اس الكومبلكستي تبعته او اف ان وعندنا ان كويريز فهم ان تربيع عشان هيك ما هو وضوح هذا الحال. طيب يس بعمل ان سي اي بخزن فيها شغلتين اول شغله ايش البارنت تاعي ثاني وحده ايش اول وحده من التشيلدرن تاعوني حمراء فلما اجي احكي انه ملون هاي هاي ايش في سبارس ليفل يعني اصلا اجي احكي انه لون هاي احمر برجع بمشي على سبارس ليفل تاعتها كلها بغير بس او اف ان سبارس ليفل تغيرها في واحدة لو سبارسيبل اوفر في واحدة لو بس ما اسمعش بس انه لا يعني يعني ما بتقدر تستغني عن سبارسيبل اشي تاني اذا بتحكي لي في حل هيك يعني ليش سبارسيبل وبرضه سبارسيبل بجيب لك مثلا يعني لو تستخدمه بجيب لك على اشياء على البيرنز ما بجيب لك سب تري انا كان فكرتي انه لو انت احمر بمشي على كل اللي قبلي بحكي جاوبهم منهم بين جوابهم والديسنس بينهم بيني ما هو كل اللي قبلك اللي فوقي بس ممكن في عندهم ناس ما بين انه بعدين لو نود تانية الجواب حيكون يا بالسب تري تاعها يا بيرنت يا تشايلد بيرنت صح؟ يعني ديسندر فبكون جواب البيرنت هو بالدي بي تاعته تاعت السبورت بيرنت ما اتوقعش بظبط هيك شيء خصوصا انه في ابديتس يعني يعني الابديت راح تضطر تعمل ابديت لكل شيء يعني لو يعني بعرفش انت كيف بدك تعمل بالضبط بس تخيل هاي يعني لو انت عندك تشين كان عندك بس هون حمراء لما نحط واحدة حمراء ثانية هون فهي انت 100% بدك تعمل ابديت لكل النص هذا نفس الشيء هيك كومبلكس كبيرة طيب خلاص خلص الوقت طيب الفكرة طيب خيروا السؤال لحكي انسوا فكرة انه في ابديتس على اللون خيروا السؤال بحكي لكم انه انا اوريدي عندي ناس
نوت حمر ونوت زراب. بس بدي اسالكم كل بصير اعطيكم كويريز بس النوع الوحيد انه هاي النوت ايش عرب ايش عليها احمر، هاي النوت ايش عرب ايش عليها احمر، والنوت الحمر ثابتين. ايش كيف ممكن نحل هذا الشيء؟ لو عمل بي اف اس مالتي سورس من الحمر وخزن كل زرعه بوصلها بحط فيها شو الديستنس او بحطها بالديستنس خلص. يس هذا حل اللي هو يعني ظهر عليكم اللي هو يعني بنسميه مالتي سورس بي اف اس. بس انه انا لو عندي هذول الاربع حمر وبدي اعرف كل وحده زرعه مين اقرب وحده حمراء عليها، بعمل بي اف اس مش من كل وحده، بعمل بي اف اس من الاربعه مع بعض، يعني الاربعه بالاول بعملهم بوش على الكيو فهم الكوست تبعهم زيرو، بعدين بي اف اس راح يصير يمشي هيك بعدين يمشي على الليفل اللي بعديه بعدين يعني اذا فاهمين يعني راح يصير يمشي البي اف اس من الاربع نود هذول مع بعض نفس الوقت يعني ليفل باي ليفل من الاربع اتجاهات تمام. فكل نود راح اوصلها باقصر كوست ممكن. هذا لو ما عندي ابديت فانا ممكن اعمل بي اف اس من كل ريد نود بصير اعرف لكل بلو نود ايش اقرب شيء عليها. فكره الحل انه انا عندي 10 او 5 كويريز تمام. بالاول حكى لي نود 1 حمر، بالاول بعمل بي اف اس من النود 1 تمام. طيب هي الوحيده الحمراء اعمل منها بي اف اس بطلع على كل نود ثانيه مي ايش او ايش عليها. خلينا نرجعهم زرو عشان نشوف بي اف اس ايش هو بس واحد تعمل بي اف اس اه يس هذا بالاول طبعا الاول عندي بس هاي حمراء انا عملت بي اف اس والباقي زرو. فعملت بي اف اس خزنت لكل واحد قديش الكوست تبعها بدون ما اكتبهم هلا مش ضروري. بعدين ببلش اخذ كويريز. نحكي انه اول كويري كانت بسالني عن نود 13 ما اني انا عامل بي اف اس انا عارف انه الكوست تبعها 2 صح؟ بجاوب 2 وخلص. سالني عن نود 3 بجاوب 2 وخلص. بعدين حكى لي امسك نود 7 لونها احمر. بدل ما الونها احمر بخزنها عندي، بحكي انه نود 7 حمراء، تمام؟ بعدين اجى سالني عن نود 9، هلا 9 انا عارف انه جوابها بالاصل 3، صح؟ بس بعرف برضه انه في عندي نود 7 حمراء. فانا بشوف ايش الاقل 3 ولا المسافة بيني وبين السبعة، المسافة بيني وبين السبعة 1، صح؟ فراح احكي لا انا اقرب للسبعة. بعدين بيسألني عن نود 2 بحكي لا مسافة بالاصل 1 بس بيني وبين السبعة 3 فلا بضلني مع الواحد. بعدين بلون 13 بعدين بلون 8 بعدين بيسألني عن 6، 6 رح تشوف المسافة بالاصل 1 بس رح شيك على هدول. في مشكلة بهذا الحل؟ الحل هذا انتربيع لساته او فعليا انتربيع لوج. لما انا اشوف قديش اصلا مسافة بين 8 و7 فهي لوج يعني حكينا بالال سي ان. فعليا لو انا لونت كثير حمر كل مره بدي اشيك عليهم كلهم راح تكون كونتكستي عالي. فالفكره بتيجي هون، هون فكره زي ما قلت لكم السكوير روت هو كونسيبت اكثر من انه داتا ستراكشر. احنا ايش اللي راح نسوي؟ راح يصير انا اعمل زي ما حكيت بخزنهم عندي بفيكتور الناس الحمر. كل سكوير روت كويريز كل ما امشي اعمل بروسيس للسكوير روت كويريز راح اجي امسك هدول الحمر الون فعليا الونهم والون ال 13 وال 8 وارجع اعمل بي اف اس من جديد تمام. فبعديها صار عندي اريد ديستانس جديده تمام. بعديها بمسك الكويريز بشوف انه في عندي اصلا انا موصول باشياء وفي عندي فيكتور فيه الاشياء اللي هلا ملونها بهذا الباكت. لو احنا نتخيلوا الكويريز عندنا هيك ف انا بالاول مقسمهم، بالاول بعمل بي اف اس بعدين بمسك الاشياء اللي بلونهم حمر وبكون حاطهم بفيكتور. ولما يجي يسالني عن شيء بشوف الديستنس اللي اوريدي موجوده من البي اف اس وبشوف الاشياء اللي هون. بعدين لما امشي سكوير روت برجع بلون هدول الحمر اللي هم كانوا عندي بالباكيت برجع بعمل بي اف اس نفس الشيء بخزنهم بفيكتور. هاي ليش الكومبلكس تاعتها كويسه؟ اول شيء كم مره رح نعمل بي اف اس؟ سكوير روت الكيو سكوير روت الكويري صح؟ فانا فعليا راح امشي البي اف اس كومبلكس تاعته ان، فهلا الكومبلكس عندي ان ضرب سكوير روت الكيو تمام؟
وانا كل مره لما يجي يسالني عن النود اول شيء بشوف الديستانس تاعتها الاوريدي موجوده اللي هي او اوف 1 وكمان بشوف الديستانس تاعتها مع هذول النود الحاليين هلا عشان اشوفها مع واحد الكومبلكسيتي لوج ان زي ما حكينا صح فكم عدد النود الموجودين سكوير روت برضو عشان انا بس بمشي سكوير روت كويريز ات ا تايم فعدد النود التيمب نسميهم عددهم سكوير روت وكل سكوير روت بفضل فيكتور فالكومبلكسيتي لهذا الحل هو ان سكوير روت الكيو عشان بي اف اس بلس كيو ضرب كيو ضرب سكوير روت الكيو عشان انه لو الكويريز اللي بسال عنهم سكوير روت الكيو عشان هم عددهم سكوير روت الكيو بمشي على كل وحده وعشان اعرف وحده بدي لوج ان تمام فالحل كمان مره بصير بعمل اول شيء بي اف اس من نود الحمر وانا ماشي بخزن مين هم النودز اللي هلا صاروا حمر بهذا الباكيت لما يجي يسالني عن الناس بشوف الشيء الاوريدي موجود وبقارن بالاشياء الموجوده من الباكيت كل ما امشي سكوير روت كويريز الباكيت هذا بلونهم احمر برجع بعمل بي اف اس من جديد وبفضل الفيكتور فحجم الفيكتور ما راح يجي عن سكوير روت وراح اعمل بي اف اس بس سكوير روت تانس احنا سؤال ما فهمت بس ايش كيف الكويريز اي يعني لما يجي يسالني عن النود لا يعني انت كل ما يغير احمر متى تعمل بي اف اس لما انا احكي عندي عدد الكويريز 16 انا كل اربع كويريز بعمل مالتي سورس بي اف اس فراح اعمل بي اف اس بس سكوير روت كيو تايمز يعني على كل اربع حمر لا على كل اربع كويريز بغض النظر بغض النظر لو كانوا ابديت او كانوا مش ضروري يعني ورست كيس نفسها تمام فكل سكوير روت كويريز كل اربع كويريز يعني. بعمل بي اف اس وطبعا بفضل فيكتور اللي بكون معلم انه هدول راح يصير صاروا حمر بهذا الباكيت وانا ماشي اذا حكى لي علمها حمر واخذها بالفيكتور انه تم بعدين ما اوصل النكست بي اف اس وعشان بشوف ال سي اب او لوك لكل واحده يس ما بتعرف وين هو البينت في الكويري في الباكيت اللي انت بتاخذه مثلا لو كان اول شيء البينت غير عن لو كان بالنص او بالاخر انت حكيت انه كل اربعه بتعمل بي اف اس من الحمر بس لو كان مثلا الاول والاخر اللي بالنص بفرق لو كان يعني الزر اللي بالنص بفرق المسافه لو كان انت قصدك لو انا هيك الباكيت تبعي هون حب احمر وهون حب احمر وسالني هون فهي بس اللي معها يس فانا ماشي اول شيء هون بكون عامل بي اف اس حلو فيكتور عندي فاضي وانا ماشي جيت عند هاي ضفتها لفيكتور اول وحده بعدين سالني عن هاي فانا بس بقارن بالبي اف اس وبهاي بعدين بضيف هاي فاي شيء لما اوصل سؤال بكون انا بس الاشياء اللي قبليها اللي ضايفهم في حد عنده سؤال طب مين فاهم انا ما فهمت سؤال انا ما فهمت اللي حكيت له اياه طب انت عارف سؤاله سؤال هو سال انه انا تخيلوا مش احنا عندنا لو احنا هيك الكويريز عندنا عند كل سكوير روت بنعمل بي اف اس فانا لما اعمل بي اف اس خلص التيمب صار فاضي انه النودز اللي هلا ملونين تمام فهو بحكي لي انه لو انا في هون عندي تو نودز راح يتلونوا بهذا الباكيت النود اللي بالنص يعني غلط اني اخذ المسافه مع هاي عشان هاي تلونت بعديها بعد ما سالت عنها لو هون سالني نود خمسه قديش اقصر مسافه ما بصير اقارنها مع هاي فانا بحكي له انه احنا ماشيين اول ما لقيت هاي تلونت حمراء فبضيفها عندي بعدين بجاوب هاي جوابها بعدين بضيفها فاحنا ماشيين على الكويريز مين فاهم كمان مره؟ طيب طب مين عنده سؤال اول شيء؟ في حدا عنده سؤال؟ الا لما يجي يطلب مني سؤال لما يطلب مني من حمار نلون شو طلب مني؟ طيب نرجع نحكي على السريع اول شيء في حدا عنده مشكله بشغله انه احنا بنقدر لو كان عندي ثلاثه نوت حمر بقدر اعمل بي اف اس من الثلاث واعرف اقصر مسافه بين لكل النوت الثانيه في حدا عنده مشكله بهاي اوكي هلا انا بمشي على الكويريز تخيلوا عندي هاي نكتب كويريز نسميهم مثلا color
13 بعدين طيب نشوف هدول نعرف انه عندي هدول كليك نحكي مثلا السكوير روت مثلا هو غلط وانا بس نحكي مثلا هيك كل او انت صح بالفعل تمام هاي الحال احنا ايش راح نسوي هلا بالاول هو بحكي لي نود 1 هي حمراء انا بعمل بي اف اس منها تمام بعمل بي اف اس منها فصار عندي كل واحدة قديش الدستانس ساعتها للنود الحمراء هاي ما فيها مشكلة ميجي اول اشي اول اشي بيحكي لي اياه لون نود 13 احمر فانا باجي على نود 13 بحكي صار لونها او لا فعليا ما بحكي لونها احمر بس بخزن انه في عندي فيكتور اسمه تن حط فيه انه نود 13 صارت حمراء تمام هلا نود 13 حمراء لاي حدا بيسال بعد بعدين بيجي بيسالني عن اسك عن نود 2 بحكي لي نود 2 مين ابحث عليها هلا انا عارف نوت 2 انه هي في عندها ديستانس 1 من قبل بس ايش ممكن في اشياء نضاف واقرب لها اللي هم موجودين بفيكتور تيمب صح عشان قبل فيكتور تيمب انا كله عملت منه بي اف اس فباجي اشوف فيكتور تيمب ايش فيه فيه نوت 13 هل 13 اقرب للتيرين من واحد بحكي الديستانس بين 13 والتيرين بالال سي اي راح يحكي لي ديستانس 3 تمام فلا خلص احسن شيء للجواب التيرين واحد عشان بس 1 و13 الدوري هاي جاوبت انه جاوبها واحد هلا خلصنا الباكيت هاد طبعا هو بده يكون حجمه اكبر من هيك بس انه كثير صغير خلصت الباكيت هاد خلصت يعني اول سكوير روت كويري هلا ايش عشان ما يزيد يضله يزيد حجم الفيكتور هاد يصير كبير اصير امشي انتربيع خلص بحكي باجي بمسك هدول فعليا ال 13 بلونها بحكي خلص هلا 13 بطل لونها ازرق صار لونها احمر وارجع بعمل بي اف اس من اول جديد عشان مثلا الثمانية صار اقرب لها 13 من الواحد بعمل بي اف اس بطلع كل واحدة مين اقرب لها بعدين برجع بكمل بالكويري بسألني عن 12 12 مين اقرب واحدة لها وين 12 عارف وين 12 يمكن هان 12 راح يحكي لي 13 اقرب واحدة لها وبس ما في عندي تمب تمب فاضي فراح يطلع الجواب تاعها واحد بعدين بحكي لي لون اربعة انا بدل ما الونها بكون مخزن وانا عندي اربعة هلا لو اجى سالني اسك مثلا 3 اوريدي احنا كان اقرب مسافه لها التنين بس انا بشوف انه في عندي تن في نودز تلون احمر بس لسه ما لونت وعملتهم منهم بي اف اف بمر عليهم بشوف هل الاربعه اقرب للثلاث؟ لا نفس المسافه راح تكون المسافه 2 فجواب الثلاث هو 2 نفس الشيء فبعدين خلصنا هذا الباكيت فراح امسك الاربعه والونها احمر وارجع اعمل بي اف اس من اول وجديد فبهي الطريقه من انا كل باكيت كل سكوير روت كويريز بفضي هذا الفيكتور بعمل بي اف اس هذا حجمه ما راح يزيد عن سكوير روت عشان بس كل سكوير روت بمشيهم فلما اجي اشيك ما راح امشي هون اكثر من او اوف سكوير روت والبي اف اس راح اعمله بس سكوير روت تايمز فالبي اف اس او اوف ان فالكومبلكسيتي راح تكون ان ضرب سكوير روت بلس اني امشي على هذا الفيكتور اشيك عليهم هلا مين فاهم طيب طيب بدناش نكتب هذا السؤال عشان الكود كمان فيه ال سي اي وهيك وهلا بدناش نضيع وقت عليه بس انه المفروض اخذته ال سي اي او يعني طيب بحط لكم سؤال طبعا هذا تحلوه ويكون تدريب كويس على الموضوع